مشاهدينا الكرام، بنرحب بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج همزة وصل. كل سنة وحضراتكم طيبين. أولى حلقات أسرة يوم الاثنين في رمضان الكريم، إن شاء الله يبقى شهر مبارك وأيام مباركة في شهر فضيل. مشاهدينا الكرام، هنبدأ مع حضراتكم أولى فقرات همزة وصل وما يتردد من شائعات. بتحاول دائما الدولة المصرية والحكومة المصرية نفي هذه الشائعات وإعلان الحقائق والمعلومات الصحيحة دائما للمواطن المصري، لمنع حدوث أي بلبلة أو أي توتر في لدى المواطن المصري. شائعة النهاردة كانت خاصة بإلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. الحقيقة قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الدعم التمويني أو الخبز للمستفيدين من مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحة أن المستفيدين كافة من المبادرة مستمرون في تلقي الدعم التمويني سواء خبز أو مقررات تموينية بشكل طبيعي دون تأثير، مشددة على أن الاستفادة من المبادرة لا تأتي ضمن معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، محذرة من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليل المواطنين مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. كده بتكون هذه الشائعة تم إلغائها يعني وإعلان الحقيقة جملة وتفصيلا. لا صحة لإلغاء الدعم التمويني للمستفيدين من مبادرة إحلال وتحويل المركبات للغاز الطبيعي. موضوع حلقتنا النهاردة في همزة وصل من الموضوعات الهامة جدا، والحقيقة لأن مصر لها تاريخ وباع طويل في إنتاج القطن المصري. القطن المصري المعروف بالقطن طويل التيلة ويحمل دائما صنع في مصر، هي هذا القطن له سمعة عالمية لدى دول العالم، ربما تراجعت قليلا في الفترات الماضية، ولكن الآن الحكومة بتعمل على استعادة سمعة القطن المصري مرة أخرى بالعديد من الوسائل والخطوات. الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا وجه بتطوير منظومة القطن وزراعة القطن وإنتاجه حتى يعود إلى عصره الذهبي. الدولة المصرية بتستهدف في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحقيق أفضل استغلال لما تملكه مصر من آليات وأدوات وخطوات لتحسين جودة وإنتاج وزراعة وصناعة القطن المصري حتى يعود إلى ما كانت مرة أخرى في العالم ويتم الطلب عليه كما كان سابقا. بطبيعة الحال بتساهم زيادة المساحات المنزرعة من القطن المصري في تحسين هذه الخطوات أو في الإسراع بهذه الخطوات، أيضا بتساعد بتلبية الاحتياجات الصناعية التي تعد قيمة مضافة للصناعة المصرية، خاصة فيما يتعلق بمحصول القطن المصري ذات الجودة أو ذو الجودة العالية، إضافة إلى إقامة صناعات وطنية داخل مصر بتستهدف أن يحمل الشعار صنع في مصر. كما قلت لحضراتكم، القطن المصري من الأدوات الهامة جدا لاستعادة مثل هذه العبارة في كثير من دول العالم، لما يتمتع به من سمعة طيبة، لما يتمتع به من تاريخ طويل. سؤال حلقة النهاردة من همزة وصل اليوم الاثنين 19/4/2021، كيف يستعيد القطن المصري مكانته من جديد؟ كيف نستطيع أن نعيد للقطن المصري المكانة والصدارة مرة أخرى وسط دول العالم أجمع؟ هذا هو سؤال حلقتنا النهاردة، كيف يستعيد القطن المصري المكانة من جديد في العالم؟ خلونا نخرج لتقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم برنامجنا همزة وصل. في إطار اتجاه الدولة لتطوير قطاعي الصناعة والزراعة، وجهت الحكومة بسرعة إعداد آليات لتحفيز المزارعين على زراعة القطن المصري لمضاعفة الرقعة الزراعية منها لتوفير احتياجات الصناعة المصرية من الغزل والنسيج والتي يتم تطويرها بهدف عودتها إلى سابق عهدها. وكان قد أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتجه لإحياء صناعة الغزل والنسيج لاستعادة مكانة مصر الريادي في هذا المجال، كما كانت مصر تشتهر بالقطن طويل التيلة. ومن المقرر الانتهاء من إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج، حيث من المقرر أن يستوعب أكثر من 182 ألف بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل في اليوم
مما يزيد القيمة المضاعفة للقطن. من جهتها أكدت وزارة الزراعة أن الوزارة جاهزة للزراعة التعاقدية على أي مساحات للقطن، وتعمل على تحفيز المزارعين للتوسع في زراعة القطن المتميز ما يلبي احتياجات صناعة الغزل والنسيج. ويبدأ موسم زراعة القطن من أبريل وينتهي مع بداية يونيو من كل عام، وتعتمد مبيعات القطن بشكل كبير على التصدير، وتسعى الحكومة لتعميم منظومة تداول الأقطان من خلال آلية المزادات العلنية. وبلغت المساحات المزروعة بالقطن خلال العام الحالي 30,000 فدان في جميع المحافظات، وهو ما يعد رقما قليلا نتيجة عزوف الفلاحين عن زراعة القطن بسبب ارتفاع تكلفة الزراعة، فيما تستهدف الدولة الوصول لمئتي ألف فدان من خلال خطط تحفيزية للمزارعين. مشاهدي الكرام، عدنا لحضراتكم مرة أخرى وهمزة وصل وسؤال حلقة اليوم: كيف يستعيد القطن المصري المكانة من جديد؟ ربما في هذه السنة تم زراعة 30,000 فدان من القطن المصري، وهو ما يعد الحقيقة قليل جدا بالنسبة لإمكانات وما يتتوتع به مصر من مزايا وخصائص تجاه زراعة القطن المصري، وهذا ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بشدة بضرورة عودة القطن المصري إلى عصره الذهبي مرة أخرى عن طريق زراعة وصناعة وإنتاج القطن المصري وعودة صنع في مصر، بما يؤكد توطيد الصناعة الوطنية المصرية للقطن المصري. لمزيد من التفاصيل والمتابعة بهذا الموضوع بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور وليد يحيى، نائب مدير صندوق تحسين الأقطان المصرية. برحب بحضرتك معنا دكتور وليد. اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير يا فندم عليك وعلى الساده المشاهدين. صباح الخير يا فندم. دكتور وليد، ايه اللي بيميز القطن المصري عن الاقطان الاخرى المنزرعه في دول العالم المختلفه؟ اهم ما يميز القطن المصري وصفاته ان القطن المصري بيمتاز بالصفات التكنولوجيه وصفات الديله التي لا يضاهيها اي صنف قطن اخر في العالم، من حيث طول الديله ومن حيث النعومه والفائقه ومن حيث متانه الديله اللي مش موجوده في اي صنف قطن في اي نوع قطن في العالم اخر. نعم دكتور وليد، كيف يمكن استخدام مثل هذه المزايا، هذه الخصائص التي يتمتع بها القطن المصري في استفادة المزارع المصري، أنه يعني تشجيعه على زراعة القطن مرة أخرى، لأنه من المحاصيل اللي بتستلزم طبعا مجهود وعمل بالنسبة للمزارع، كيفية استخدام واستغلال مثل هذه المزايا والخصائص لتشجيع المزارعين على زراعة القطن مرة أخرى؟ اهم الحاجات والاشياء اللي اتخذتها وزاره الزراعه المصريه، وده بناء على توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والقياده السياسيه السنه دي، ببدايه الزراعه التعاقديه للقطن، حيث ان تم دلوقتي التعاقد على اقطان الابصار واللي بتتزرع تقريبا السنه دي في حدود 45,000 فدان باسعار تنافسيه، وبالتالي ده ادى الى ان كل الشركات اللي منتجه او الشركات اللي بتتاجر في القطن وبتشتغل في مجال القطن ومجال الغزل والنسيج اخذت حزو هذه المبادره، وابتدت دلوقتي تعلن ان هي هتتعاقد على مساحات اخرى في كل المحافظات اللي بتزرع قطن. نعم. يعني مصر فقدت على مدار العقود الثلاثة الماضية الكثير من المكانة للقطن المصري في دول العالم، كيف حدث ذلك؟ ما هي الأسباب التي أدت لمثل هذا التراجع للقطن المصري؟ هو فندم يعني بختلف مع حضرتك في النقطه ديت، لان مكانته وموقع القطن المصري وسوقه العالمي ما زال موجود في وسط البراندات العالميه ودور الغزل والنسيج في العالم كله من امريكا واوروبا، وليه المكانه وليه السمعه وليه الغزال اللي بيجي يتعاقد على القطن المصري. احنا حضرتك بنستخدم تقريبا 200,000 انطار من حوالي 1,600,000 انطار احنا بننتجهم، باقي كله بيتم تصديره الى الاسواق اللي بتشتغل في القطن المصري وبتعتمد على البراند بتاعه القطن المصري في مفروشاتها وفي مصنوعاتها العالميه. اللي حصل حضرتك هو انخفاض المساحه المنزرعه خلال السنوات الماضيه نتيجه لانخفاض الاسعار وعدم وجود سعر عادل للمزارع يماثل عرقه في محصول القطن. دي كلها خطوات ابتدت وزاره الزراعه تاخدها في العام ده، في ان احنا اولا نزلنا ثلاث اصناف بتعتبر من افضل اصناف القطن اللي انتجت في تاريخ القطن المصري: جيزه 95، جيزه 94، جيزه 97، منهم الصنف جيزه 97 اللي
اللي اتزرع في محافظه المنوفيه الاول سنه السنه دي والاول مره يطلع على الخريطه الصنفيه، محصوله مرتفع جدا، مبكر النضج، بينفع يتزرع بعد محاصيل القمح والفول نتيجه لتاخر المزارعين في الزراعه، وبيدي عائد وانتاجيه من وحده المساحه مرضيه للمزارع. نعم. طيب دكتور وليد يحيى ابقى معنا، وينضم الينا عبر الهاتف دكتور عبد القادر النقيب عميد كليه الزراعه بجامعه الازهر سابقا. برحب بحضرتك معنا يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور عبد القادر. كنت بتحدث مع دكتور وليد عن فكره تراجع معدلات التصدير للقطن المصري بالخارج ربما في السنوات الماضيه، يعني لم تكن تصدير القطن المصري بنفس الكم او بنفس الطريقه اللي كانت في العهود السابقه. هو بيتحدث وبيقول ان لا، ان احنا ما زلنا طبعا هذه السمعه موجوده، ما زلنا معدلات التصدير يعني بتعتبر انها جيده، ولكن يبقى ان هذه او هذا المنتج تحديدا القطن المصري طويل التيله هو يمكن استغلاله باشكال اكبر حتى يتم يعني تعميم فكره صنعه في مصر وتوطين الصناعه الوطنيه وتصدير وإعادة العصر الذهبي للقطن بحسب توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف ترى هذا الموضوع دكتور؟ وللأسف احنا انسحبنا من السوق العالمي لفترة طويلة، خفضنا فيها إنتاج القطن طويل التيلة، ودي كانت ميزة بتتميز بها مصر عن باقي بلدان العالم. فبالتالي ابتدينا نتراجع في الإنتاج ونتراجع في الكميات اللي ممكن تصدر، واللي هي اصلا لينا سمعه موجوده من يمكن هقول ايه من 50 سنه او اكثر في الخارج، وفي الوقت نفسه عليه طلب، مجرد انك يعني ما مجرد ان احنا نفتح بس التصدير والانتاج والكلام من دوت هتلاقي عليه طلب. وكنا زمان بنسميه الذهب الابيض، يعني بيسمى في بلادنا الذهب الابيض على اساس ان هو كان فعلا العائد منه كان كبير، وكان كل ديون المزارع وكل احتياجاته وكل ترتيباته مرتبطه بجني محصول القطن. بالطبع بزواج اولاده او بناء شقه لاولاده او اي حاجه من ده كلها كانت مؤجله على موضوع القطن. فالقطن كان له يعني سمعه كبيره قوي في جميع بلدان العالم، وما بيصدقوا انهم يعملوا منتج كمنسوج او يعني القمصان الحاجات الملابس اللي هي موجودة الجاهزة ويتكتب بس عليها قطن مصري، بتفرق في الحالة دهية في الثمن كتير. واحنا يجب ان احنا نفتح مش باب التصدير وبس، باب التصدير للمنسوجات وللملابس في الوقت نفسه، يعني معنى كده ان احنا لازم نكون عملنا قيمة مضافة للقطن بدل ما كنا بنصدره في صورة بلاد أو في صورة قطن خام، فكان العائد منه إلى حد ما قليل. لكن أنا يجب أن أنا أفتح له المصانع بتاع زمان، وكان في الغزل، غزل المحلة وغزل كفر الدوار وغزل كان قلاع موجودة معرفش إيه اللي اتدهور بيها وتراجعت وما عادتش المصانع دي بتشتغل بطاقتها كالاول. وفي الوقت نفسه كان في بورصه في اسكندريه او في مينا البصل بيسمى بورصه القطن. صحيح. دي كانت موجوده وكان يعني لها شنه وغنه وكان لها قيمه وكان فعلا الناس مقبله عليها اقبال جيد. فنامل ان الحكومه تاخد اجراء وخاصه قطاع رجال الاعمال اللي موجود، بحيث ان احنا نقدر نشجع الزراعه ونشجع الصناعه ونشجع كل المراحل اللي احنا بنتكلم فيها دي. نعم دكتور عبد القادر ابقى معنا، ونعود مره اخرى لدكتور وليد يحيى. دكتور وليد يحيى، ربما
يعني سوق صناعة الغزل والنسيج تحول من أوروبا لدول جنوب آسيا، وده يعني أفقد العديد من الدول ومن بينها مصر مجموعة من الأسواق، لأن الصين يعني والهند بتنتج ما يقارب بحوالي 50% من الإنتاج العالمي من القطن طويل التيلة. الاستراتيجيات المختلفة للتعامل مع مثل هذه المتغيرات، كيفية فتح أسواق جديدة للقطن المصري، كيف ترى ذلك؟ هو حضرتك يا فندم أهم حاجة دلوقتي أن برضه بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي معمول دلوقتي خطة طموحة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ودي بدأوا بيها بقطاع الأعمال العام، مصانع كفر الدوار ومصانع غزل المحلة، وإن شاء الله في بداية موسم 2022 هيتفتح مصنع غزل المحلة اللي هيبقى أكبر مصنع غزل في العالم كله، وإن مصانع القطاع العام هتاخد في موسم 2022 في أول 2022 تقريبا 1.4 مليون إنطار شعر من القطن المصري في الغزول الرفيعة، هيتم غزلها وإضافة قيمة مضافة عليها وتصديرها في صورة منسوجات وفي صورة ملابس جاهزة، ودي بإذن الله بدأت بوادرها دلوقتي. إذا قلنا حضرتك إن إحنا بننتج 1.6 مليون إنطار، وإن مصانع القطاع العام اللي هيتم افتتاحها بعد تطويرها في أول 22 بتاخد 1.4 مليون إنطار، فده معناه إن إحنا عشان شركات القطاع الخاص اللي شغالة سواء في مصر أو في المنطقة الحرة بنحتاج إن إحنا نزود هذه المساحة المنزرعة. الخطة اللي موجودة وحطتها وزارة الزراعة هي زيادة المساحة المنزرعة من القطن السنادي من 200 ل 250 ألف فدان. حضرتك قلتي في كلامك إن اللي زرع دلوقتي 30 ألف فدان ودي مساحة قليلة. حضرتك أنا شايف من وجهة نظري إن دي مش قليلة، لأن إحنا لسه في بداية موسم الزراعة. حضرتك معظم المزارعين في مصر 70% من مزارعي مصر من القطن خلال الأعوام الماضية بقت بتزرع القطن بعد انتهاء موسم القمح وبعد انتهاء موسم الفول، يعني بعد المحصول الشتوي تماما. حضرتك لسه المزارعين دلوقتي بيشيلوا محصول القمح في محافظات مصر. خلال الفترة اللي جاية هتزيد المساحة المنزرعة، واحنا بنتوقع زيادة المساحة فوق 200 ألف فدان هذا الموسم. يعني الموسم المفروض من المتوقع موسم حصاد القطن السنة دي نبقى وصلنا ل 200 ألف فدان قطن منزرعة داخل مصر، صح كده يا فندم؟ أعتقد المساحة هتزيد عن كده كمان إن شاء الله. طب سؤالي الآن برضو دكتور وليد، هل من الأفضل أن احنا يتم تصدير القطن مصنع ملابس جاهزة يعني في صورته النهائية، ولا ممكن أن هو يتم تصديره في صورة غزل؟ لا يا فندم، احنا هنتكلم على خطوتين بتعملهم الدولة حاليا. الخطوة الأولانية وهي تطوير مصانع الغزل والنسيج، لأن أنا أضيء أعمل قيمة مضافة على القطن المصري الخام بدل ما أصدره قطن شعر البلاد أصدره في صورة غزول. الخطوة الثانية بعد افتتاح المناطق الصناعية اللي بتتعمل في حضرتك مدينة السادات وفي المانيا مناطق النسيج، هيتم إضافة قيمة مضافة أكثر على الغاز، وهو تحويله إلى منسوجات وملابس جاهزة. بالتالي في الوقت ده أنا بعمل قيمة مضافة بتصل لحوالي من 140 ل 180% على القطن المصري اللي بيتم تصديره في صورة قطن خام. نعم. دكتور وليد ابقى معنا. دكتور عبد القادر النقيب. دكتور وليد يحيى نائب مدير صندوق تحسين الاقطان المصريه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا يا فندم. وعود مره اخرى لدكتور عبد القادر النقيب عميد كليه الزراعه بجامعه الازهر سابقا. دكتور عبد القادر، ربما الان كانت مصر بتزرع في كثير من الاوقات ما يتعدى المليون فدان لزراعه القطن، النهارده احنا بنتكلم عن زراعه 200 ألف فدان قطن، كيف يمكن زيادة المساحات المنزرعة قطن داخل مصر؟ يعني لو جات الحكومة واهتمت بتشغيل المصانع اللي هي مصانع الغزل بالذات ومصانع النسج والصباغة والحاجات دي كلها اللي موجودة واحنا لينا فيها باع طويل، يعني وفي الوقت نفسه عندنا خبرة كبيرة في تشغيل تلك الصناعة، فمن هنا هو هيحصل إقبال على القطن المصري، وبالتالي هترتفع كمية الزراعة اللي هي موجودة، ويرتفع كمان العائد من الفدان في القطن المصري، مما يجعل يشجع المزارعين
لانها تتاخد هذا النهج وهذا الاتجاه. وهقول لحضرتك ما هو السر. احنا كان عندنا في اسكندريه معهد في سباباشا اسمه معهد القطن، ده كان بيدرس كل علوم القطن المتقدمه في اللي هي بتاخد بيها الدول الاخرى، ومع ذلك رحنا لغينا المعهد ده، او بمعنى صح حولنا لكليه زراعه زيها زي بقيه 14 ولا 15 كليه، برغم ان ده كان نوعيه خاصه من التعليم وكان قاطره بتشد القطن المصري في الاتجاه العالمي وبتجعل منه يعني علامة مميزة. مجرد ان انا اقول ده قطن مصري يعني دي كفاية عليه. نعم. بجانب سيادتك كنت بتسألي عن ان يا ترى اصدره زي ما هو قطن خام او غزل ولا اصدره ملابس منسوجة. قطعا حتى ملابس منسوجة دي احنا لنا فيها سبق كبير موجود في مصر، وفي الوقت نفسه انا بضيف كذا اضافة في دي، يعني بضيف له الغزل وبضيف له النتيج وبضيف له الصبابة وبضيف له تشغيل الملابس، فدي كلها مراحل تمتص الايدي العاملة اللي هي موجودة عندنا وتزود حصة الانتاج على مستوى الجمهورية. نعم. دكتور عبد القادر النقيب عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر سابقا، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا يا فندم. مشاهدينا الكرام، الآن بنستعرض مع حضراتكم بعض الآراء والتعليقات التي جاءت لي صفحة البرنامج برنامج همزة وسط على فيسبوك، من بينها الأستاذ محمود الضوي بيتكلم عن أن استعادة القطن المصري للمكانة العالمية من الجديد، بنقدر أن احنا نعمل ده بالإخلاص والعمل، استعادة الذهب الأبيض لمكانتي كما كان يغزو العالم من جودة وصناعة عريقة ومصانع قومية من الغزل والنسيج، وتشجيع الفلاح المصري لزراعة القطن وتقديم كل الدعم. يجب أن يعود التعليم والتوعية والإعلام لانتماء المواطن المصري لتشجيع الشعب على شراء الخدمات والمنتجات والسلع والمنتج المصري، تنفيذ في كل الصناعات بلا استثناء، فلا يمكن أن تكون هناك نهضة شاملة بدون الصناعة المصرية، لأن العالم بيستمد من مصر وبيستلهم نهضة الشعوب من الحضارة القدماء المصريين أجدادنا. ولا ننسى أن حضارات شعار نهضة الوطن والاكتفاء الذاتي وإنتاج وصناعة وتدوير النفط لاستخراج مشتقات النفط من البلاستيك وخامات أخرى للعمل بجودة وضمير. كمان عندنا الأستاذ عمر الحسيني محتاجين، بيقول نقدر جدا ومحتاجين توحيد المفهوم، ولازم الفلاح ومالك الأرض يكون عندهم الفهم والوعي الكامل بقدرتهم لزراعة القطن وإنتاجه. زمان كان الفلاح فاهم ومستوعب، لكن حاليا الفلاح بيشوف مصلحته فقط. لأستاذة نهاد عبد الفتاح، السلام عليكم. طبعا هناك العديد من الأمور اللي ممكن أن احنا يعني نتبعها أو الأسباب وراء نزول سعر القطن المصري، منها التكنولوجيا اللي انتجت أو أنتجت كثير من الخامات البديلة لاستخدام القطن بصفة عامة، وعليه قل الطلب على خام القطن من الأساس. الزراعة الحديثة كمان كانت السبب في زراعة القطن في كثير من الدول اللي كانت مستورد كبير له. زيادة تكلفة تصنيع القطن مما كان السبب في زيادة تكلفة المنتجات مما قلل من الطلب عليه، خاصة في وجود بدائل أقل وضعف متوسط الدخل لمعظم الأسر المصرية وهروب كتير من رؤوس الأموال من الاستثمار في تصنيع القطن المصري بسبب ارتفاع التكلفة والتدني العائد مقابل الاستثمار في الخامات البديلة. كل الأسباب دي كان معظمها نتيجة للتطور التكنولوجي، وعلشان ياخد القطن المصري مكانته ويتوسع الدولة في زراعته لابد من الإجابة عن سؤالين: ماذا نصنع من القطن المصري، ولمن نبيع منتجات القطن المصري؟ بصفة عامة بنحتاج منتجات ينفرد بها القطن المصري عن غيره، مجال لمشاركة الشباب بالفكر والإبداع في الكليات التطبيقية قد يخرج لنا
الحل، ويجب العمل على إدخال محاصيل ذات عائد اقتصادي ولها طلب داخلي وخارجي لعدم إهدار الدعم الزراعي، واستخدام الطرق القديمة في الزراعة كمان بيجعل القطن المصري أكثر تكلفة خاصة الأيدي العاملة، وتفتيت الحيازات بيمنع من استخدام الطرق الحديثة أيضا في زراعة القطن لتقليل التكلفة. تبني الدولة لزراعة محصول القطن في مساحات كبيرة مع استخدام التكنولوجيا الحديثة قد يعيد القطن المصري للمنافسة في السوق العالمي. دي كانت بعض التعليقات والردود على سؤال حلقتنا النهاردة من همزة وصل. يعني بينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الآن الحاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين. برحب بحضرتك معنا يا حاج حسين. مرحب بيك ومرحب بكل السادة المشاهدين. حاج حسين، تبعت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة زراعة وإنتاج وصناعة القطن المصري في مصر حتى يستعيد القطن مرة أخرى عصره الذهبي، بوجهة نظرك ما هي الأساليب والأدوات والخطوات اللي ممكن أنها تتبعها الدولة من أجل تشجيع المزارع على معاودة زراعة الأرض مرة أخرى بالقطن المصري؟ بداية مع التوجيهات الرئاسية من رأس الدولة المصرية، بنطمن كل المصريين ان القطن المصري سيعود لعرشه اجلا ام عاجلا، لان طبعا دي توجيهات من رأس الدولة. عشان يعود القطن المصري لعهده يجب ان احنا نشجع ونحفز المنتج للقطن او الزارع للقطن المزارع بطريقة ما. اول حاجة ان احنا دلوقتي سبب عزوف الناس عن زراعة القطن هو ان احنا طبعا مفيش تسويق او سعر كويس للقطن في خلال السنوات القليله الماضيه. عشان يرجع لعصره هنعمل ايه تاني؟ هنطبق قانون الزراعات التعاقديه اللي اصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015. وزاره الزراعه وانا بكلمك دلوقتي في جهود كبيره من وزاره الزراعه على اساس ان احنا نعمل زراعه تعاقديه للقطن هذا الموسم، لان من غير زراعه تعاقديه الفلاح مش هيزرع قطن بالاسعار اللي هو باع بيها السنه اللي فاتت، لان الاسعار اللي اتباع بيها القطن السنه اللي فاتت كانت 1800 جنيه للقطار، ووصل كمان في وادي جبل ل 1600، وده سعر متدني جدا، لان قطار القطن ممكن يكلف الفلاح حوالي 2000 جنيه، فلازم يكون السعر اعلى من 2000 جنيه، ولا يجب علينا ان نلتزم بالاسعار الدوليه زي ما وزاره قطاع الانتاج بتعمل نظام المزايدة، لأن السعر العالمي بيظلم الفلاح المصري اللي هو ما بياخدش دعم زي الفلاح اللي بره، ويبقى أقل من الأسعار اللي بيتكلفها في أرض الواقع. القطن المصري جودته عالية جدا بدرجة إنه يفوق جميع الأقطان العالمية الموجودة، رغم إن قطن البيمة الأمريكي أساسا هو من القطن المصري، لكن القطن المصري يتفوق عليه نظرا لجودة الأرض والمناخ المصري، فبيدينا قط فائق النعومة وفائق الطول لا مثيل له في العالم. نعم. علينا أن نفتح أسواق لهذا القط في الخارج ونعمل مصانع هنا تصنع القط ده، رغم ان احنا الملابس اللي منتجة من القط المصري تبقى اعلى سعرا من مثيلتها من اي قط، فاحنا طبعا المفروض حتى نصنع الملابس ونصدرها فنعمل قيمه مضافه من القطن المصري. حاج حسين ابو صدام نقيب عام الفلاحين ابقى معنا، وينضم الينا عبر الهاتف الاستاذه اميره الحسيني الكاتبه الصحفيه المتخصصه في الزراعه. برحب بحضرتك معانا يا استاذه اميره. اهلا بحضرتك استاذه اميره. شايفه ازاي الاستراتيجيه التي بتوضع من جانب الدوله لعوده القطن المصري مره اخرى للعصر الذهبي وتوطين الصناعه المصريه في مجال القطن داخل مصر وتصدير طبعا يعني الكميه الاكبر من هذه الصناعات؟ الحقيقه الدوله ماشيه في كذا اتجاه، يعني هي بنحاول نعمل مدينه النسيج او بنعمل المصنع الكبير اللي موجود اللي هيكون موجود ان شاء الله في المحله، ده حاجه كبيره جدا وحاجه عظيمه، وبعدين هيكون في يعني هيكون عباره عن مجمع لكل النشاطات، ده برضه هدف التصدير. وده هيكون يعني ادخال عمله صعبه وعوده تاني لان القطن يرجع قيمه، القطن المصري قيمه كبيره، انه يرجع قيمه بقى ماديه ويرجع قيمه اقتصاديه لمصر. فده طبعا احنا الدوله ماشيه او متجهه لعوده الذهب الابيض مره اخرى بشكل كبير.
احنا كنا لو بنتكلم ان الدوله كنا السنه اللي فاتت مثلا زارعين 183,000 فدان، السنه دي احنا بنستهدف 200,000 فدان، فهو بيتكلم في كميه زايده. نعم. كان عايزين نزرع مساحه اكبر. لما نيجي نتكلم في الصناعه، الرئيس بيتكلم في ان احنا ما ننزلش، ما نتكلمش في قطن، احنا بنتكلم في صناعه القطن. احنا الاول كنا بنصدر القطن بتاعنا ونستورده مره ثانيه، لا احنا دلوقتي احنا عاوزين نطلع القطن صناعه، نعمل له صناعه كامله وبعد كده نبدا نورده. كمان في حته كانت دايما بتكون غايبه عننا، حته التدريب، ان احنا لما نيجي نقول لك دايما ناقص ان احنا نجيب مصانع وما نعرفش ندرس، لا ده هو دلوقتي حاليا شغال تدريب على المكانات الحديثه، والمفروض في 2022 نكون سلمنا المصنع الجديد كامل. قصه الفلاح بقى، وده الاهم، ان انا ازاي اخلي الفلاح يبدا يشتغل. انا بعمل له زراعه تعاقديه. الاسعار الحقيقه لما بنيجي نتكلم من وجهه نظر الفلاح، يعني انا لو كلمتك من وجهه نظر الدوله غير لما اكلمك من وجهه نظر الفلاح، انا دلوقتي عشان اطلع منتج انا محتاجه ادعمه من ناحيه الدوله، الدوله عامله في النقطه دي، عامله الاستراتيجيه دي او عامله الفكره كده. الفلاح عنده مشاكل كتير بتواجهه، المفروض احنا بنتكلم معاه او احنا كاعلام او كمراكز بحثيه بنحاول نوصل له المعلومه كامله وبنحاول نوصل لسعر يرضيه. نعم. طيب. دي معادله صعبه في ظل ظروف مصر الحاليه، لكن احنا طبعا قلبا وقالبا مع الفلاح، وكلنا سواء الدوله او الاعلام او المراكز البحثيه، لكن القصه بتكون اصعب مننا شويه في ان احنا نوجد سعر يناسبه، وده بشكل اكبر. يعني حكي حته ان احنا محتاجين برضو ندعم الفلاح في الاسعار شويه. لكن لو هنتكلم على الاستراتيجيه اللي الدوله ماشيه ليها، احنا بنحاول، الدوله بتحاول تعمل حاجه، يعني بتحاول تعمل الزراعه التعاقديه دي حاجه ان الفلاح يتعاقد قبل ما يزرع، ان هو بايع المنتج قبل ما يطلع فيبدا يزرعه، لان كان في عزوف فظيع من فلاحين لزراعه القطن السنه دي. نعم. عندهم مشكله ان احنا بنزرع القطن ما بنعرفش نبيعه. نعم. أستاذة أميرة، احنا دلوقتي بنقول له قبل ما تزرع احنا بنشتري او الدولة بتشتري. نعم. الخلاف ساز... الوحيد اللي احنا بنواجهه دلوقتي او الأهل. أستاذ أميرة الحسيني الكاتبة الصحفية المتخصصة في الزراعة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا يا فندم. عودة مرة أخرى للحاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين. يعني حاج حسين، كنا بنتحدث عن فكرة وجود زراعة يعني تعاقدية مع الفلاح، وده علشان يتشجع أن هو يقوم بزراعة محصول القطن ويبقى عنده اطمئنان أن محصوله خلاص هيتباع. خلينا نتكلم بقى عن الأنواع اللي المفروض ان الفلاح المصري ايضا يعمل على زراعتها من محصول القطن. هو طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان شجره القطن شجره مفيده جدا للتربه، ولها فوائد ثلاثيه، اللي احنا بنصنع منها الزيت من البذره والكزبره اللي بتصنع العلف، وبنعمل منها الغاز النسيجي اللي بيشغل ناس كتيره، فلها فوائد كبيره جدا لا غنى عنها في المجتمع المصري. اما عن الانواع، فالانواع طبعا اللي بتتزرع، الفلاح بيزرع الانواع اللي عايزها التاجر. المفروض ان احنا القطن طويل التيله كان مطلوب بدرجه كبيره جدا في الدول الاوروبيه والدول الخارجيه في فتره ما قبل انهيار زراعه القطن في مصر، لان احنا كنا بنزرع 2 مليون فدان قطن في الثمانينات، كان كلهم بيصدروا للخارج، وكان المنتج المصري او المصانع المصريه بتقوم على القطن المصري. دلوقتي المصانع الموجوده في مصر تشتغل على القطن قصير التيله، ففي اتجاه محمود انه احنا نزرع قطن قصير التيله في بعض الاماكن لتغذيه الاحتياجات المحليه، لكن انا طبعا من رايي الشخصي ان لازم زراعات قطن قصير التيله تبقى منفصله تماما عن زراعات القطن طويله التيله، حتى لا تحدث اختلاط للاصناف ويحدث انهيار للزراعه مره اخرى. احنا طبعا وصلنا من 30 ل 336,000 فدان بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجعت للزراعه مره اخرى ل 236,000 فدان العام قبل الماضي، ثم العام الماضي كان 180,000 فدان. السنه دي نعمل ان احنا نزرع 200,000 فدان في عوده لتصاعد زراعه القطن، لكن زي ما قلت حضرتك الفيصل الوحيد في الزراعه هو الفلاح، لان ما فيش ثوره زراعيه ومحدش يقدر يجبر الفلاح انه يزرع قطن من غير ما يكون ليه فايده اقتصاديه له.
الماده 29 من الدستور بتلزم الدوله بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح، ومفيش محصول اساسي اكتر من القطن. فاحنا ما ينفعش ان احنا نعامل القطن زيه زي اي زراعه، لان القطن شجره مشغله لعماله كبيره جدا، كثيفه العماله ليها فوائد كبيره جدا، اتعوضنا عن مليارات الدولارات اللي احنا بنستورد بيها الزيت ومستلزمات الاعلاف من الخارج، لان القطن احنا بنستخدمه في العالم بصوره كبيره جدا، وفي استغراق اجود انواع الزيوت اللي احنا بنشتريها من الخارج في هذه الايام، بل ان احنا بنستورد اكثر من 97% من احتياجاتنا من الزيوت في ظل غياب الشجره الهامه جدا في مصر. نعم. وهي شجره القطن. نعم. الحاج حسين ابو صدام نقيب عام الفلاحين، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا يا فندم. اذا مشاهدينا الكرام، يعني تحدثنا في حلقتنا النهارده من همزه وصل عن كيفيه استعاده القطن المصري لعصره الذهبي من جديد في ظل توجيهات شديده من جانب القياده السياسيه في مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في تحديد الآليات والاستراتيجيات الواجب اتباعها من أجل زراعة وإنتاج وصناعة محصول القطن المصري مرة أخرى، عودة القطن المصري مرة أخرى لمكانته العالمية، تشغيل الأيدي العاملة، تشغيل المصانع، إنشاء مصانع متخصصة في مسألة الغزل والنسيج، العمل على تصدير القطن المصري في شكل ملابس مصنعة، إلى جانب وجوده كغزل داخل مصر. هو ده اللي ممكن يخلينا إن احنا نواجه التغيرات العالمية اللي بتحدث في العالم من إنتاج محصول القطن، انتقاله من أماكن من دول لدول أخرى. مصر قادرة أن تعمل سوق جديد مفتوح لما لها من سمعة طيبة خاصة في مجال القطن المصري، ولما يتمتع به من مزايا ربما لا توجد في كثير من محاصيل القطن الموجودة داخل أو موجودة في العالم كله. مشاهدينا الكرام، بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من همزة وسط. بشكر حضراتكم، بكرة أسرة جديدة وموضوع جديد من برنامجنا حلقة وسط. شكرا لكم وإلى اللقاء.